تحت عنوان دولار البنزين ب 14,000 ليرة، نشرت صحيفة الأخبار مقال أشارت فيه تحت خانة المعلومات أن وزارة الطاقة والمياه أنهت التحضيرات لإطلاق منصة خاصة للبنزين على أساس سعر صرف خاص بالمحروقات بيبلغ 14,000 ليرة للدولار، حيث بيقدم المواطن طلبات إلكترونية للتسجيل بالمنصة من أجل الاستفادة من البنزين. الموضوع أثار بلبلة عند المواطن، خاصة أن الصحيفة ذكرت أيضاً أنه في حال اعتماد سعر الصرف الخاص بالبنزين 14,000 ليرة بمقابل الدولار، يعني سعر الصفيحة رح يتجاوز 150,000 ليرة. فشو دقة هيدا الحديث؟ الأوتيفي استطلعت المعنيين بقطاع المحروقات يلي أجمعوا على أنه الخبر غير صحيح وعار من الصحة. اللي عم نسمعه اليوم بالإعلام وبالصحف بالنسبة لإلنا كلام، لأنه بعد إذا ما في بطاقة تمويلية وصار في وفاق على البطاقة التمويلية، كل منصات وغير منصات كله كلام بكلام، لأنه ما بقى يقدر يحمل المواطن اللبناني الأرقام اللي عم ينحكى فيها. لا مش دقيق هذا الموضوع، وأصلا ما حكي منحكى فيه. هلأ القصة المنصة هذه إحدى الأفكار اللي عم تنطرح، أنه في حال رفع الدعم هل يا ترى بتمشي البطاقة التمويلية، بتمشي بطاقة تموينية، بتمشي بطاقة ببونات بنزين للنقل المشترك لمساعدة العالم، منصة. في عدة أفكار ايه عم تنطرح، بس بهودي الأرقام لا مش مزبوط. أصلاً الأرقام بحد ذاتها بتحكي عن 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 مدى جدية هيدا الموضوع، لأنه بس تقول مدعوم على 14,000 يعني بطل مدعوم، صرت بسوق حر. وقت بدك أنت تروح تعطي بنزين مدعوم عم تخدم عم توقف حد المواطن، بدك تعطيه بحدود 3,000 4,000 مش أكثر من هيك، بس بهودي الأرقام من منه المزبوطين. بوقت أصبح ملحوظ أنه التهافت على محطات البنزين تراجع وخفت الزحمة، سألنا هل من انفراجات بموضوع المازوت؟ هلق البنزين مأمن هالفترة هاي على المحطات، أكيد الطوابير عم تخف. موضوع المازوت إن شاء الله بالأسبوع المقبل بيكون في حل حالي. هذا بالنسبة لنا كموزعين اللي عرفنا فيه. ما بتصور أنه راح يصير في انفراج بالمازوت قبل ما نبلش نشوف شغلتين. أول شغلة أنه الاتفاق اللي انعمل مع العراق يبلش يترجم لازدياد بساعات التغذية من كهرباء لبنان، ونرجع شوي صغيرة قبل نكزة أنه لأنه راح في باخرة بدها تيجي أو باخرتين مازوت للشركات الخاصة، وفي باخرة للمنشآت النفط، بس أنه بيحلوا شوي صغيرة من بهذا الموضوع. مصادر مطلعة بوزارة الطاقة نفت أيضا عبر الأو تي في ما ورد بصحيفة الأخبار حول دعم البنزين من خلال منصة وعلى سعر 14,000، وأكدت أنه رفع الدعم مش من اختصاص الوزارة إنما مصرف لبنان.